السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ساعات أول زيارة رسمية له إلى موريتانيا على رأس وفد فلسطيني رفيع. وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني في سياق تزايد تحديات القيود المفروضة من الاحتلال على السلطة الوطنية الفلسطينية وتصاعد وتيرة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في العام 67 900 ألف ومساعي المتطرفين الصهاينة لتهويد مدينة القدس الشريف. كما ستتطرق المباحثات لمجمل الأوضاع العربية والفلسطينية المؤثرة على مسار القضية الفلسطينية. طالب رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب اللمين بمراجعة العلاقة القائمة بين نواكشوط وطهران عقب ما وصفه بالحقائق التي كشف عنها الإمام أحمد والمرابط والحبيب الرحمن الذي وصفه بكبير علماء موريتانيا. وقال اللمين في تصريح لوكالة الأخبار إن إمام الجامع الكبير أحمد والمرابط وضع أصبعه على مكان الحرج وتحدث عن وقائع وحقائق تتطلب حراكا فعليا للتصدي لها قبل استفحالها على حد وصفه. يقضي الحجاج أيام التشريق الثلاثة بمنى ويرمون الجمرات الثلاث ذاكرين الله تعالى بإخبات وخشوع، وقد أدوا حتى الآن أهم واجبات وأركان الحج بدءا بالقدوم لمنى ليلة التروية والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والعودة لمنى لرمي جمرة العقبة الكبرى والتحلل بالحلق وأداء طواف الإفاضة. ومع مساء اليوم تكون أهم مناسك الحج قد شارفت على النهاية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله. السلام عليكم.